تستخدم أحيانا مكبرات الصوت التي في المساجد للإعلان عن شيء ضائع أو موت أحد وغير ذلك، فما حكم الدين؟ يقول الله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وجاء في شرح النووي لصحيح مسلم أن أبا حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك أجاز رفع الصوت في المسجد بالعلم والخصومة أي التقاضي وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجتمعهم ولا بد لهم منه. فالحكم مبني على عدم التشويش على المصلين والمتعبدين وعدم الإخلال بحرمة المسجد. ولا شك أن ما سمح به الرسول كان مراعا فيه هذه الحكمة. أما ما منعه كالتجارة وإشدان الضالة فكان مراعا فيه أنه يتنافى مع هذه الحكمة. ومعروف أن البيع والشراء فيه مساومة وكلام يشوش على من في المسجد، وكذلك نشدان الضالة فيه مساومة على الجعل الذي يدفع عند إحضار الضالة، وفيه استفسار عن مواصفاتها. والاستدلال على المنع بقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا محل له هنا، لأن الآية واردة في من يشركون مع الله غيره في العبادة، كما كان المشركون يفعلون ذلك في المسجد الحرام عندما كان مملوءا بالأصنام. بعد كل هذا يمكن أن نقول إن الإعلان عن الوفاة ليس مصلحة شخصية بقدر ما هو مصلحة عامة. فإذا كان مكبر الصوت وهو الميكروفون لا يشوش على المصلين والمتعبدين فلا وجه لمنع الإعلان فيه عن الوفاة. أما إذا كان فيه تشويش فيكون ممنوعا، ودرجة المنع هي الكراهة للحرمة. والله أعلم.